بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء المرحلة الثالث المسائي لكلية بغداد للعلوم الاقتصادية، اليوم المصادف الأحد 22/3/2020، محاضرتنا عن الاستثمار. نأتي إلى تعريف الاستثمار وأنواعه. يشكل مباشر أو بشكل مباشر على بيئة تتسم بالاستقرار بالنسبة للاستثمار، وبشكل مباشر على بيئة تتسم بالاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ومن خلال مجموعة من السياسات والمؤسسات والقوانين الاقتصادية التي تؤثر في ثقة المستثمر الخاص بتوجيه استثماراته إلى بلد دون آخر، حيث من جملة الأوضاع والظروف المؤثرة في اتجاهات رأس المال وتوطينه والأوضاع السياسية للدولة وما تتصف به من استقرار أو اضطرابات، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية التي تتأثر بها وتتأثر بما يتميز به البلد من خصائص جغرافية وديمغرافية تنعكس على توافر عناصر الإنتاج وما يشهده البلد من بنية تحتية. ويعد الاستثمار هو أحد المصادر المهمة لتمويل المشاريع الاستثمارية وواحد من أهم مصادر التنمية، مما دفع بدول العالم باختلاف توجيهها إلى السعي من أجل اجتذابه بتشريعات وقوانين. مما أدى إلى دول العالم باختلاف توجيهها إلى السعي من أجل اجتذابه بتشريعات وقوانين ووسائل مختلفة للشركات المستثمرة في بلد ما. ينبغي أن تتميز البيئة الاستثمارية بوجود المحفزات الضرورية الساعية لجذب وإقامة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، أن تنعكس مؤشرات الاقتصاد الكلي حالة من الاستقرار المالي النقدي ووجود إطار قانوني يقدم الضمانات الاستثمارية اللازمة، وكذلك الحوافز المادية والمالية وامتيازات وتسهيلات اللازمة لدعم النشاط الخاص في الاستثمار، بأنه الأصول التي يشتريها الأفراد والمنشآت للحصول على دخل في الوقت الحالي والمستقبلي. لذلك ندخل في تعريفات الاستثمار وله عدة تعريفات، ونذكر منها: الاستثمار يعني الوصول لأكبر قيمة من الدخل الجاري والتركيز على الاستثمارات التي تحقق عوائد مالية كبيرة دون الاهتمام بعوامل أخرى مثل نسبة المخاطرة. المستثمر أن يدخل في استثمار وما يحس بالمخاطرة، أن يخلي رأس المال مالته في أي مشروع استثماري دون أن يحسب إلى المخاطرة. توفير الحماية للدخل من الضرائب، حيث يسعى الاستثمار لإفادة المستثمرين من مزايا الضرائب والناتج عن التشريعات المطبقة في حال تم توظيف الاستثمار في مجال غير مناسب، ما قد يؤدي للتعرض لنسبة مرتفعة من الضرائب.
تأمين المستقبل وهي الاستثمارات الخاصة بكبار السن وفي سن التقاعد، حيث يكون هدفهم تأمين المستقبل من خلال استثمار المال في شراء أوراق مالية ذات عوائد متوسطة مع أقل درجة من المخاطرة. ولا يحسب المستثمر للمخاطرة بعد أن يتم الاستعانة بخبراء من خارج المنظمة لغرض السيطرة على المخاطرة في المستقبل. توجد مجموعة من أنواع الاستثمار تتصف وفقا للمعايير المحددة، ومنها 1 الاستثمار الاقتصادي، وهو إنتاج الخدمات أو السلع المخصصة للاستثمار أو الاستهلاك مثل المشروعات الزراعية والصناعية. 2 الاستثمار الاجتماعي، وهو السعي نحو رفع رفاهية الأفراد الاجتماعية مثل المشروعات الثقافية والرياضية. 3 الاستثمار الإداري، وهو تطوير الأماكن الإدارية التي تهتم بالمحافظة أو في منطقة ما على المجتمع مثل المباني العسكرية والحكومية. 4 استثمار الموارد البشرية، وهو السعي لتحقيق التنمية البشرية التي تظهر في البرنامج التدريبية والتعليمية. تحياتي، مدرس مساعد محمد فليح، كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، وشكرا.